صباح الخير، أمامنا عمل كثير اليوم، أتمنى أن تكونوا بخير. تمام، لنبدأ معا. يا مطرة الأمطار، اترك السقف ينهار وجدار فوق جدار. هيا يا مطرة الأمطار، اترك السقف ينهار وجدار فوق جدار. ايش اللي حصل؟ تعالوا الحقوا. جاي لك يا بابا. ليكون انا اللي سبت الحنفيه مفتوحه امس يا ضرغام، ولا يكون هو سبب كل هذا؟ لا يا بابا، اللي صار هذا مو من الحمام، في شيء ثاني هو السبب. ياه، ايش اخباركم؟ انا طلعت شويه رمل حلوين من القاع. خير ما عملت يا ابني، استناني انا كمان راح اجي العب معاك. هذا وقت يعني تمزح فيه يا ابني؟ يعني مو شايف حالة البيت صارت كيف وجاي تمزح معي؟ الباب بيدق؟ أنا حشوفه. ليث يا ابني، ساعدني شوية ودفني. ايه؟ هو فيش حد هنا؟ افتحوا بسرعة. البطر الكتير الغريب قوي ده مش راضي يبطل. يلي فوق اني يتنفسوا من تحت الماء اني بولولوب بولولوب. مستحيل، ما تخلينيش أجيلك أوريك شغلك. انت مش عارف أنا بأمين ولا ايه؟ عارف. ها فلافيلو، انت جيت؟ لا مش عارف. فلافيلو، البيت كله تغرق بالمويه وانا مو عارف افتح الباب، ماني شايفك غير من فتحه الباب. وريني. شفت الكارثه؟ ايوه فعلا عندك حق، انا ماني عارف ليش صار كل هذا يا فلافيلو. انا عارف يا ضرغام، بسبب سحابه اللي فوق اللي فتح كل الحنفيات. مين الاخ سحابه هذا؟ هيكون مين يعني؟ واحد بيهزر طبعا. هو سمع ازاي؟ انا قلت بصوت واطي جدا، سمع ازاي بس؟ يطلع مين الاخ سحابه هذا؟ فلافيلو اكيد بيمزح. الاخ سحابه؟ بابا تعالوا هنا بسرعه، الاخ سحابه هنا. البنت هذه انعدت من فلافيلو ولازم تتعالج. يلا نشوف ايش فيه. انا ما احب امشي في المويه، خلاص حستناكم هنا احسن. مو المفروض انك سلحفاة مائية؟ لا يا حبيبي، انا خلاص صرت سلحفاة كنبية. رزان خير يا بنتي، ايش في؟ مين الاخ سحابة هذا؟ طالع برا وانت تعرف مين هو. الاخ سحابة فعلا يا اولاد. اهلا بكم، انا اسمي حقي. اول مرة ترى سحابة ام ماذا؟ الصراحة اول مرة اشوف سحابة تتكلم. حسنا، وانت حيوان يتكلم. اسمح لي يعني هسأل حضرتك سؤال. تفضلي. يا ترى ليش بتمطروا كثير عندنا؟ نظرا لظروف الجو في الارض انا لا علاقه لي ابدا بالموضوع. بس ما حينفع لان في مبالغه في المطر هذا. اذا عليك ان تذهبي بنفسك وتغيري ظروف الجو من جديد. وكيف اسوي كده؟ حاولي الذهاب ولقاء كوكبنا. كيف؟ ايش يعني تتكلم مع كوكب الارض؟ لا، مع كوكب اخر غريب. اكملي الاسئله يا انسه. فين ممكن نلاقي كوكب الارض؟ المكان الطبيعي في الفضاء، ولكنني سمعت ان كوكب الارض في السوق. قرب. لا كده في شيء انا مو فاهمه. المطر موجود في الحي كله، ليش احنا بس بنتعامل مع المشكله؟ احنا الفاضيين، عشان كده قالوا روحوا انتوا تصرفوا وافهموا ايش الحكايه. لو سمحت، قالوا لنا كوكب الارض موجود هنا، فين ممكن نلاقيه؟ في الدكان اللي قدام، هتلاقيه واقف ومكتوب على اليافطه. شكرا يا صاحبي. ايه اللي بتبيعه ده؟ قرن عنزه. ايه القرن ده بتاع انهي معزه ده؟ هو ليكون قرن نجمي اللي في الحي بتاعنا؟ لا هذه حق الهريس. يعني ايه هريس؟ ازاي يعني هريس؟ اوعى تكون هرست نجمي يا اخي. روح مني، ترى وهكتني وياك. روح. ها سجادة العالم. الحقيقة هذا اسم دكان مبتكر جدا. يلا بسرعة ندخل نشوفه. ما في احد هنا؟ يا كوكب بيه، يا كوكب بيه، يا كوكب بيه. مين اللي بينادي ده؟ هو انتوا زباين جداد ولا جايين تسألوا على عنوان عندي ولا ايه؟ انت كويس يا ريس؟ ايه يا عمر، انت بتمسك الحبل كده ليه؟ العرض اتدمر خالص. المهم يا فندم، اهلا وسهلا بيكم. قولوا لي بتدوروا على ايه؟ بصوا معايا كده، دي سجاده صوف، ودي سجاده يدويه حلوه، ودي غاليه طبعا عشان قيمتها. معلش بس احنا مو جايين نشتري سجاد. وسايبيني بعمل لكم عرض بقالي ساعتين؟ حضراتكم جايين ليه؟ في سحابه كبيره موجوده فوق بيتنا.
أوه عارف حقي طبعاً، السحابة. آه السحابة هذا وأصحابه جالسين يمطروا وما سابوا مكان إلا مطروا فيه وغرقونا وجايين نشتكي. طيب أنا هتكلم معاه ما تقلقوش، وإنت يا عمبر هات الشاي. تشربوا شاي معايا؟ أيوة نشرب. الوقت يا أولاد، بيع السجاد ده مهنة كده على جنب. أنا زي ما أنتوا شايفين كوكب الأرض. سخن قوي. ودلوقتي اللي حصل، الشمس سخنت الكوكب بسبب الضرر اللي سببتوه للكائنات الحية، وده لي اسم علمي هبقول لكم عليه بعدين. الاحتباس الحراري. بالظبط كده. وبسبب الاحتباس الحراري ايه اللي حصل؟ الجفاف. برافو. طيب وبسبب الجفاف ايه بقى اللي حصل؟ المطر نزل كتير؟ لا طبعا، الخضار كله قل بسبب الجفاف ده، ولما الخضار قل كده المعيز ما بقتش تاكل، وطبعا لما المعيز ما تاكلش ما ادوناش الصوف ده، ولما طبعا ما ادوناش الصوف ده ايه اللي حصل؟ قولوا ايش حصل؟ شغل السجاجيد بقى يخسر وما فيهوش مكسب، سعر السجادة زاد جدا، ولما السعر زاد محدش بقى يشتريه، عشان كده بدأت المطرة تنزل في كل حتة عشان الجفاف يقل والخضار يزيد والمعيز تاكل وناخد منها الصوف اللي محتاجينه. تمام كلامك حلو كله حكم، بس احنا السقف حقنا بينقط، ايش هنسوي؟ انتوا كده بوصلوا الاتزان خالص، وعشان كده انتوا اللي هتحلوا ده. وقفوا الاحتباس الحراري، انقذوا شغل السجاد، انقذوا شغل السجاد، تنقذوا السقف بتاعكم. فهمتوا كده؟ فهمت يا كوكب بيه. كويس امشوا بقى عشان عندي شغل، الشغل اللي وراي النهاردة كتير. انت هتجلس تتكلم بالطريقة العجيبة هذه طول اليوم؟ طبعا، وهفضل كده طول ما الدنيا بتلف. بص بلف اهو. عنبر لم الحاجات دي يلا. ايش هنسوي دحين يعني؟ لازم نمنع الاحتباس الحراري. انا هقول لكم، الاحتباس الحراري مهم جدا، لازم نحترم اي حد محبوس، كل واحد يروح يحترم حد محبوس وتتحل. هقول لكم ايش هنسوي خطوة خطوة، اسمعوني. واحد، احنا لازم نتخلص بسرعة من اكبر عدو في الارض لطبقة الاوزون. اولا نقلل استخدام مزيلات العرق. وين الديدوران تبعي؟ مو لازم نستخدم مزيلات العرق من دون سبب، ممكن نتروج قبل ما نخرج ونستخدم موانع العرق اللي مو ضد الطبيعة وتكون صديقة للبيئة. فهمت معك حق. عفوا مين حضراتكم؟ احنا مين؟ احنا اللي جايين نحارب الاحتباس الحراري في الارض ونخلص عليه، وعارفين ان هذا اسم طويل مرة. كان في هون بارفان ببلاش كتير حلو، هدرش منه. اسف ممكن اخذ هذا؟ خلني ارش زيادة، وعلى جسمي بعد، وعلى رجلي شوي بعد، وشوي على الكرسي بعد. رشيت كتير مرة، جيب كده. ايه ايوة اضحكوا يلا. يلا يا حلوين ركزوا معايا، انا عايزك تقولي فطير وانتي بتضحكي، اضحكي الصورة تطلع حلوة. تمام يا رزان، ايش حنسوي دحين؟ الاحتباس الحراري زاد بسبب عوادم السيارات والوقود اللي بينحرقوا ويطيروا في الهواء، فلازم نشجع الناس انهم يستخدموا الطاقة الكهربائية. انا لقيتها خلاص، لازم يسمعوا الكلام هذا من السيارات حقتهم. من السيارات؟ ثانياً استخدام الطاقة الكهربائية. لا تقولوا لم يخبرنا أحد، اسمعوني أنتم، لابد أن تتركوا كل السيارات التي بها بنزين وعوادم ودخان وتلوث، احموا الطبيعة بالسيارات الكهربائية التي تشبهني. ما رأيكم؟ تكلمت جيداً. أيوة أيوة كويس، الكلام جاي من سيارة بالكهرباء زيك. حسناً، وسأساعد الطبيعة حالاً مثلكم. السيارة الرهيبة الخارقة. لازم تختاروا السيارات الكهربائية عشان نوقف الاحتباس الحراري، وهذا عشان تسيبوا لأولادكم مستقبل أفضل، وعشان تنقذونا وتنقذوا بيتنا من السحابة. برافو، الناس صار عندهم وعي. قولي لنا الدور على إيش؟ جد دور على الأعداء اللون الأخضر اللي بياخذوا الأكسجين ويستهلكوه على الفاضي، وكتل الأسمنت اللي ما لها لزوم. ثالثاً حماية الأماكن الزراعية. انتوا مين بالضبط وجايين تعملوا ايه هنا؟ احنا جينا نبني مباني ملهاش لازمة هنا. دا 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 احنا حامين الطبيعة. اغسلوا هدومي مع الهدوم الملونة في الغسالة، بس دي كانت بيضة. لا تقضوا على المناطق الزراعية، لازم تزرعوا أشجار أكتر من كده. سيبوا كوكب الأرض في حالة كويسة لأطفالكم عشان الطبيعة. اهرب اهرب،
مش هنعرف نغلبهم. اهرب ليث. ايش بتسوي؟ ما ينفع كده. ستاني تاني لازم ننقذ الطبيعة ونروح نزرع شجر كتير. جد حنزرع؟ انا فرحت عشان حنصير ابطال خارقين ورح نطير. حروح البس العباية حقتي. شوف حضرتك، رحنا سوينا كل اللي قلت لنا عليه. الناس صار عندهم وعي في موضوع الاحتباس الحراري. ده حقيقي فعلا. الاتزان بتاعي بدأ يرجع زي الأول. لو فضلنا كده شوية كمان تجارة السجاد هتعلى وتتحسن، والصحف هتبطل تنزل مطر وتغرقكم، وانتوا هتقعدوا في بيتكم براحتكم من غير مية في كل مكان. ايوه كده، الدنيا لسه بخير يا أولاد. ايوه بخير على رأي المثل. القرد في عين أمه غزال. شو من هنا ده؟ عيب قوي كده. هي السجادة دي بتطير؟ عندك من اللي بتطير؟ بص بص دي بتطير. اي اولي.